لدينا خادمة وأحيانا يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها. نعم. يقول لدينا خادمة وأحيانا يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها، وأنا موجود بالبيت وهم يأمنونني على هذه الخادمة، لعلمهم أني مشغول عنها، فما تقولون في هذا؟ نقول لك لا يجوز هذا، لا تخلو بامرأة خادمة أو غيرها ولست مأمونا. اللي يقول أنا مأمون هذا ما هو صحيح، الشيطان يحضر وتزول الأمانة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما ظنك باثنين الشيطان هو الثالث؟ فلا تأمن نفسك. يقول بعض السلف من الأئمة يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. نعم.